بسم الله. سمافورة بيم جايد ده دليل إرشادي للناس اللي شغالة في البيم، هو ممتاز جدا الحقيقة. هنبدأ نشوفه مع بعض. هنا دي المقدمة، وبيقول لك المخرجات اللي احنا محتاجين ان احنا نخرج بيها من عملية البيم دوت، ان احنا يكون عندنا عناصر فيها المعلومات الكاملة، ويكون فيها أي معلومة احنا هنحتاجها أثناء الشغل نقدر نلاقيها في قلب الموديل اللي احنا عاملينه. البيم اكسكيوشن بلان دي خطة لتنفيذ المشروع، بتبقى بين المالك والجهة اللي عاملة الموديل أو المكتب الاستشاري. بيقولك لازم تعرف الأهداف من عمل الموديل، لازم يكون معروف كل شخص مسؤول عن إيه، والموديل نفسه مسؤولية مين، ومين صاحب الموديل دوت. الحاجات الأساسية لازم تحط معلومات عن المشروع، أهداف المشروع، كل الأشخاص الأساسيين اللي شغالين في المشروع، العمليات والاستراتيجيات، تبادل المعلومات عاملة ازاي، الاجتماعات، البرامج والأجهزة تبقى واضحة في قلب البيم اكسكيوشن بلان. المخرجات اللي احنا منتظرينها طبعا، انت ممكن من خلال الموديل تقدر تطلع سايت موديل، تقدر تعمل ماسنج موديل، تقدر تطلع كل لوح ديزاين، كل لوح شوب درون، كل لوح الاسبلت. بعد ما بتعمل مثلا ليزر سكان او مانوال تقدر تعرف اماكن كل حاجه، وتعمل ابديت للموديل بتاعك بحيث ان هو يكون فيه المعلومات اللي نقدر نعمل بيها الاوبريشن وتشغيل المبنى. عناصر بتاعه البيم يكون فيها المعلومات، يعني في معلومات مجسمه زي السايز والفوليوم والشكل والارتفاع والاتجاه، وفي معلومات بتبقى عباره عن انفورميشن انت بتكتبها، سبيسيفيكيشن، المعلومات، الكوست. مش تقدر تجسم الكوست بس، تقدر تجسم الارتفاع، تقدر تجسم الفوليوم، وتقدر تكتب قيمة تكلفة العنصر دوت. وطبعا كل شوية بتطور الموديل، يعني ممكن في أول مرحلة بتحط الأعمدة بدون تفاصيل، تمام؟ يعني بتحط العمود وتقول له ما تقسي، يعني أنا هحط العمود مثلا 20 في 20، وبعد كده أنا بنحط التفاصيل اللي هي الأبعاد الحقيقية بعدين. ممكن في بعض العناصر تقول انها تطلع 2D في المرحلة ديت، وممكن تقول الحاجات دي تطلع 2D في كل المراحل لحد اللي دي 400 و500، مش هنطلع فيها 3D. ممكن بعض العناصر تختارها وتكتب فيها ان دي هتطلع 2D. هنا بيقول لك كل مرحلة من مراحل المشروع، ده لسه كونسبت، فهنبدأ نحط بس المعلومات العامة في قلب الموديل، تمام؟ مش مطلوب مني ان انا احط كل التفاصيل، لا، هي الحاجات الأساسية. السكيل بتاع اللوحة بيبقى من 1 لـ200 لحد 1 لـ1000، لأن أنت حسب حجم المشروع ما بتحطش لوح تفصيلية. بعد كده في السكيماتيك بيبقى من 1 لـ200 بتبدأ تحط العناصر بتاعة المشروع، بيكون أنت خدت موافقة على الفكرة الأساسية بتاعة المشروع للبلانينج، وبعد كده بتبدأ تتطور فيه، وبعد كده بتخش في مرحلة الديتيل ديزاين 1 لـ200 مثلا، بتبدأ تحط التفاصيل وتبدأ تطلع اللوح بالشكل دوت. وبعد كده في مرحلة الكونستراكشن في حاجات بتبقى 1 لـ5، تمام؟ تفاصيل التفاصيل، تركيب حاجة، لأن أنت خلاص بتخش في تركيب العناصر، الفابريكيشن اللي هو 1 لـ400. فتفاصيل الاستراكشر، تفاصيل توصيل، تفاصيل المسامير نفسها ممكن توصل لـ1 لـ5 لحد 1 لـ100. وبعد كده لوح الأسبلت تبقى 1 لـ100، وبتبقى فيها تفاصيل أكتر، ويبقى فيها نفس المعلومات اللي موجودة في الموقع، بحيث إن أنا لو حبيت أشوف نفس الحاجات عشان أعمل صيانة ليها تكون في مكانها، لأن ممكن يكون في تعديلات عن اللوح شوب درونج أثناء التنفيذ، عملنا حاجة مختلفة، فلازم نعمل أبديت للموديل. وبعد كده الفاسيلتي مانجمنت، نبدأ نشتغل على الموديل بتاعنا بحيث ان احنا نقدر نعمل صيانة، ونقدر لو في اي مشاكل نقدر نعرف المشكلة موجودة فين قبل ما تحصل المشكلة، ممكن نعرف المشكلة هتحصل امتى، يعني بيبقى في بعض السنسور بيبقى محطوط بحيث قبل ما الحاجة تبوظ بيديني انذار، ابدأ اتصل بشركة الصيانة واعمل لها صيانة وقائية. في المسؤوليات، تمام؟ فانت بتبدا تكتب بقى الاهداف المشروع، والاركتكتشر مين، ستراكشر الام اي بي، البروجكت مانجمنت، الكونتراكتور.
وبعد كده بنتكلم بقى عن الناس اللي هتعمل الموديل. وكل مرحلة من مراحل المشروع، ديزاين ستيج، كونستراكشن ستيج، بنبدأ نضيف أي معلومات عايزينها عن المنطقة اللي بقى فيها المشروع، عن الإنرجي، عن اللايتنج ديزاين، عن الفور دي، الجرين مارك، البي موديل للمباني الموجودة حاليا. تمام، يعني ممكن تكون أنت بتعمل مبنى معين، وعشان تظهر الموقع نفسه وتبدأ تعمل مجسم للمباني اللي حواليك. طبعا مش بتحط تفاصيل الادوار، ممكن بس مجسم كده زي مكعب بالابعاد بتاعه المبنى اللي جنبيك، على اساس تشوف سيموليشن للظلال وللشمس وللرياح وهكذا. بنبدا نتفق ازاي هنبدا نتبادل المعلومات. فممكن مثلا يكون ده المعماري وده الانشائي وده الكهروميكانيكال، كل واحد شغال في فولدر ورك ان بروجريس، بقيه الاقسام ما بتشوفوش. ولما بخلص شغل باخد كوبي من الملف وابدا احطه في الفولدر الخاص بالكوردينيشن، بحيث ان بقيه الاقسام تقدر تشوف الحاجات اللي موجوده في الفولدر بتاع الكوردينيشن، وتبدا تسحب وتبدا تشتغل منه. تمام، يعني ده مثلا الاركتكشر انا شغال وممكن بعدل حاجات، فمحدش شايف التعديلات بتاعتي، بس كل اسبوع باخد كوبي من الملف دوت واحطه هنا، وهو الانشائي والكهروميكانيكال يشوفوا الملفات اللي موجوده في الكوردينيشن. وكل فترة ببدأ أخد الملفات اللي خلص الشغل فيها، بعد ما المسؤول يقول لي أروح واخد كوبي منها. تمام، وأروح حاططها في الأركايف على أساس يبقى عندي زي تاريخ أو هيستوري للشغل بتاعي. تمام، مهم جدا موضوع إن أنا أقسم الموديل أو بعرف الاستراكشر بتاعة الموديل. بنبدأ نعمل اجتماع لكل مشروع ونبدأ نتفق هنقسم الشغل إزاي. ده هنا بنتفق ازاي هنبدأ نتبادل المعلومات او هنشتغل ازاي. دي في كل مشروع برضه، في كل مرحلة احنا بنقول مثلا ان انا هقعد مع المالك اعرف منه المعلومات، واقول له مثلا التكلفة تبقى قد ايه، ويبقى عنده كل التصور الكامل. والارتكشر يبدأ يشوف، يعمل موديل مبدئي، يعمل ماسنج كونسبت. الام اي بي مش مطلوب منه ان هو يعمل حاجة في المرحلة ديت في الموديل، لو عمل يبقى كويس، لو ما عملش هو مش مطلوب منه. المرحلة الاسكيماتيك بيبدأ يعمل مراجعة للاسكيماتيك، هنا بيبدأ يظبط الموديل، يدخل بعض المعلومات، يتبادل المعلومات مع بقية الأقسام. والديتيل ديزاين طبعا هنا الكونتراكتور بيبقى لازم يكون موجود معانا ويتبادل معانا المعلومات ويدينا فيدباك، لأن هو اللي هيشتغل. وفي برضه الأوبريشن وفي سستينابيلتي، كل الناس ديت حتى لو شغلهم مش في المرحلة دي لازم يدونا الفيدباك ويقولوا لنا اذا كان الحاجات دي هيبقى فيها مشكله ولا لا. هنا في المراحل في الكونستراكشن خلاص انا بسلم الشغل بتاعي وبرد على اي ار اف اي كراجل كونسلتنت، برد على اي ار اف اي اسبلت انا خلصت الشغل، بس برضو ممكن يطلب مني ان انا اتاكد من الموديل. الفاسيلتي مانجمنت هنا برضو بقعد مع المالك ويتفقوا مع بعض، هنا بنبدا نديله لو في اي تعديلات ممكن يكون حصلت اثناء التنفيذ، فممكن يعوز مننا شغل حتى بعد ما عملنا الاسبلت، ممكن يكون محتاج مننا حاجه سبورت نقدر نقدمها له، مفيش مشكله. والاركتكشر بيتبادل مع الام اي وبيتبادل مع السي اس المعلومات، بحيث ان يبقى في موديل واحد فيه كل الملفات متجمعه. كل فريق من الديسيبلين بيبدأ يعمل كوردينيشن مع نفسه ويتأكد ان هو ما عندوش اي مشاكل خالص، وبعد كده بنتفق مين اللي هيبقى مسؤول عن الكوردينيشن بين بقية الاقسام، ويبعت للشخص دوت انت المفروض انت تتحرك. تمام، يعني ممكن مثلا المعماري عمل كوردينيشن مع نفسه، والاستراكشر عمل كوردينيشن مع نفسه، الام اي بي عمل كوردينيشن مع نفسه، وممكن واحد فيهم يعمل مع بقية الاقسام يظبط شغله. تمام، بس في الاخر لازم في شخص يكون مسؤول ان هو ياخد الشغل من جميع الاقسام ويقول ده اللي المفروض يعدل. تمام، يعني مثلا لو الباب خابط في عمود، طب هتحرك ده ولا ده؟ فبنبدا ندرس الموضوع ونشوف، غالبا العمود هو اللي هيبقى ثابت والباب هو اللي اتحرك، بس برضه بندرس ممكن يكون العمود في مكانه هنا مش مظبوط.
مثلا لو في تكييف مع صحي، كل دي لها قواعد معينة، أن اللي يتحرك ومش قادر يتحرك، فيبقى في بيم كوردينيتور هو اللي بيقود الموضوع وهو اللي بيحل المشاكل اللي موجودة. فهنا المخرجات بتاعة المشروع، في حاجات بتخرج 3D وحاجات بتخرج 2D. المفروض أنا ببعت الملف الأصلي وببعت له الكاد دروينج وببعت له البي دي اف او دي دبليو اف حسب ما نتفق. اغلب الاكواد بيقول لك ابعت دي دبليو اف بس، اقدر هو عايز يعدل بعد كده او هيدي شغل حد تاني، فالافضل ان انا ادي له الملف الاصلي والاوتوكاد عشان لو عايز يعدل. مهم جدا موضوع الداتا سكيورتي اند سيفنج، نتاكد ان المعلومات ما تخرجش من المكتب لاي مكان تاني. كواليتي اشورنس اند كواليتي كنترول، بنبدا نحط بعض قواعد معينه وبعد كده نتاكد ان احنا التزمنا بيها. يعني مثلا اتفقنا على تسميه معينه، ففي اخر المشروع ببص كده هل التسميه دي ملتزمين بيها ولا لا، متفقين مثلا على مسافه معينه من الكلاشات، ممكن حاجات مش خاطئه في بعض بس احنا قايلين ان المسافه بينها ما تقلش مثلا عن 5 سم، فبنتاكد من المعلومات ديت. بنتاكد من المعلومات الجيومتري، وبنتاكد من الانفورميشن، بنتاكد من الماتيريال، بنتاكد من ان احنا مطابقين للبيمكسيشن بلان. ممكن تعمل شغل كتير جدا اكتر من المطلوب بس فعلا الشغل سيء، لان انت مش ملتزم بالكلام اللي انت متفق معاه. يعني فرض مثلا انا قلت لك انا عايز هنا حديقه، فانت عملت لي حديقه وعملت لي فيها حمام سباحه وملعب اطفال وعملت لي فيها حاجات كتيره جدا ممتازه جدا، بس مش هو ده اللي انا عايزه، فيبقى الشغل غير مقبول. فاهم حاجه بالنسبه لنا ان احنا نبقى معانا البيم اكسشن بلان وملتزمين بيها. لا، ممكن نكتب في البيم اكسشن بلان ان في حاجات معانا مش هعملها، خلاص يبقى مش هتتعمل، لان احنا متفقين عليها من الاول. وكل مرحله من المراحل بنبدا نشوف هنسلم الموديل امتى وهيسلم ازاي وايه المعلومات اللي تبقى موجوده وازاي يبقى في تكامل المعلومات بين البيم موديلز، وهنتفق على طريقه الشغل. هنا بيقول العقود هتتسلم ازاي. انا شخصيا بفضل الانتجريتد بروجكت ديليفري، بحس ان يبقى في تكامل من اول يوم بين كل اطراف المشروع. البيم بروفيشنال بنبدا بقى نشوف البروجكت مانجر ايه المسؤوليات عليه وايه المطلوب منه. يعني مطلوب منه هو اللي يعمل برودكشن بلان، يعمل اهداف، يعمل يتفق مين الاشخاص اللي هتبقى شغاله، وكل واحد ايه المسؤوليه بتاعته، ايه المخرجات بتاعه المشروع. البيم كوردينيتور اللي عند الكونسلتنت هيبدا يشوف التصميم، يبدا يعمل البيم ديزاين موديل، يبدا يحل الكلاشات، يبدا يقود الفريق لو في حد عنده اوبجكت مش عارف يعمله هو يدخل يعمله. البيم كوردينيتور فور كونتراكتور المقاول يبدا يدرس التندر دروينج، يبدا يراجع على اللوح اللي بيستلمها، يبدا يعمل لها ابديتد، يبدا يتاكد من الجوده. دي بعض كتب الريفرنس. هنا بقى الملحقات اللي بيتكلم بقى على عناصر المعماري، السايت موديل هيبقى ايه العناصر الموجودة فيه، الاستراكشر ايه العناصر الموجودة فيه، الام اي بي ايه العناصر الموجودة فيه. تمام. هنا خاص بالبيم اوبجكت ومصفوفة المسؤوليات. فانا بيقول لك المرحله الفلانيه مين اللي مسؤول عنها، البيم مانجر مين، كل قسم من الاقسام هيبقى مين الشخص اللي مسؤول عنها.